وليد فاروق. جيت اصبح عليكم واطمن عليكم، واسمحوا لي اقول لكم حاجه تعرفوها كويس. انت لما بتتدرب وبتجهز كويس مش بتحمي مصر بس، لا، انت بتحمي اللي انت مسؤول عنهم في قيادتك. يعني المستوى اللي انت بتقوده لو ما جهزتوش كويس وما دربتوش كويس انت هتبقى مسؤول عن نتائجه قدام الوطن وقدام ضميرك وقبل ده وده قدام ربنا سبحانه وتعالى. وارجو ان احنا ننتبه للكلام ده كلنا، من اول قياده الكليه باعضاء هيئه التدريس اللي موجودين بيكم وحضراتكم، انتم لازم تبقى جاهز وجاهز كويس، ومش دلوقتي بس، دلوقتي ولما تتخرج وبعد 20 و30 سنة. اللي بيجي هنا الكليه الحربيه والكليات العسكريه جاي عشان يقدم روحه وحياته لمين؟ لبلده واهله، يقدم روحه عشان هما يعيشوا. ده امر انا عارف ان انتم كلكم شباب عظيم، عشان كده جيت اتفرج واطمن عليكم. وهتلاقوني برضو كده كل يعني فتره بظروف هتلاقيني موجود معاكم. ان شاء الله النهارده هنتفرج على مستوى الاداء واللياقه بتاعتكم، ونطمن كمان المصريين. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. انا مش كفايه عليكم ان انتوا تبقوا انتوا اللي جاهزين بس، لا لا، انا بقول لو كل طالب منكم جاهز كمان معاه طالب زميله بنفس المستوى بتاعه ده يبقى ال 500 بوابه. يبقى لو احنا في الثلاث سنين وجينا في الفتره بتاعت التدريب المركز قلنا لكل طالب انت مسؤول عن زميلك فلان، ونيجي في نهايه الثلاث اشهر من ضمن تقييمه نلاقي زميلنا ده قدر يجهز زميله بمستواه، ثلاث شهور مش قليل، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ لان احنا مش بادئين زميلك اللي انت هتجهزه معاك بمستواك ده مش بادئ من الصفر، ده مستوى كويس جدا. لكن انت عشان توصله لمستواك انت ثلاث اشهر مش كتير، مش كده؟ تمام. عدوا احلى رجاله.
ستة استعد. نظر الأمام. نزلها في طلعك. حد. انطوا. انبسطت قوي من النشاط والجهد اللي انتوا فيه، ظباط المستقبل بكلمهم بقول لهم زي ما انتوا شايفين كده احنا بقيتوا مسؤولين دلوقتي عن حمايه بلدكم، واحنا بنسلمكم انتوا رايه الدفاع عن مصر، ودي امانه كبيره جدا ان انتوا تحافظوا عليها وتخلي بالكم منها، وده مش بيجي غير بالجهد والتدريب والاستعداد والتضحية، يمكن تضحي بوقتك وتضحي براحتك وتضحي لو الامر تطلب بحياتك عشان هي مصر، وده امر مش بسيط. اوعى تفتكروا ان اللي انا بتكلم فيه، انت بتتكلم على دلوقتي واحنا موجودين مع بعض كده على اكتر من 90 مليون، يعني 92 مليون عدد المصريين، دول موجودين امانه في رقبتنا كلنا، احنا نحافظ عليهم ونحميهم وهم يبقوا قاعدين في بيوتهم وفي اعمالهم وفي مصالحهم وهم امنين، لا يروحوا مع احد ولا يفزعوا مع احد ولا يأذيهم احد. طب ما اللي يأذي مين؟ يأذينا احنا. طب اللي يقاتل يقاتل مين؟ يقاتلنا احنا. احنا بدلهم، احنا بدلهم، احنا فداهم. احنا ايه؟ فداهم. احنا ايه؟ فداهم. هو ده، احنا فداهم. وفدا مصر عشان تفضل مصر. تفضل ايه؟ مصر شامخة بيكم والشعب المصري العظيم اللي هم بعتوكم، فانتم ابناء المصريين. كل اسرة قبلت ان ابنها يبقى موجود معانا هنا او موجود معانا في الجيش حتى بعد ما خلص تعليمه او دراسته، ما هي قدمت شاركت باللي قدمته. ف انا بشكر الله وسعيد جدا بكلامي مع الشباب بقى مش زينا خالص، واحنا في سنكم كده ما كناش نعرف كل اللي انتوا تعرفوه ده. صحيح، يعني انتوا بقيتوا شاطرين جدا 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 وامهر جدا واوعى جدا، احنا في سنكم ما كناش بالوعي ده وبالمهارات دي وبالفهم ده، وده حاجة جميلة وحاجة بتطمني ان مصر بأمان وبخير، لان شبابها وانتوا جزء من شبابها بالوعي ده وبالفهم ده. كل سنة وانتوا طيبين. لا صوتكم مش مستعمل. كل سنة وانتوا طيبين. مصر كلها سبعين. شكرا جزيلا.